بركة الله نفتح الجلسة ملف رقم 5 19 أكتوبر 2012 الماثل في قفص الاتهام. هذا اليوم هو المسمى والمدعو أحمد عصيد بصفته، صعيب القول الصفة، نقول بأنه باحث أمازيغي وصفة أخرى كيتكلم بزاف. سي عصيد تنميرت. أزول فلك تنميرتي مسفلين. شكرا على الاستجابة للدعوة أو الاستدعاء بلغة قفص الاتهام. مختار الغزيوي في دور النيابة العامة، مرحبا بك. أزول 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 جنة يا أزول ما عرفتش كي يقولوا لا أزول لا أزول لا أزول ساعة ست ثلاثة ديال اللاءات لكل من مثل في قفص الاتهام. أولا لا لرفض الجواب، ثانيا لا لطلب الشهود أو الدفاع، ثالثا لا للغة الخشب. متفقين؟ متفقين. أقسم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق. شي اللي كاين أحمد، نبدأو نفتحوا المحضر ونبدأو بالتحقق من الهوية. أحمد عصيد بن محمد. وبن عاوتاني شكون؟ عبد. الوالدة فاطمة. شنو المعنى ديال عصيد؟ عصيد بزاف ديال الناس كيفسروه بالعربية، هو ما عنده علاقة بالعربية، هو أن الجد ديالي سعيد، يعني محمد بن عبد بن سعيد، هذاك سعيد كان كيقلب السمية ديالو ملي كان صغير كيقول عصيد وهي تسمى عليه، وبداو كيقولوها له وهو صغير وبقات ومشات كاسم، وفي الاخر ولات كتسمى العائله، هادشي في القرن 19 عيط عصيد، وهي ماشي عصيد بالصاد في الحقيقه، هي عصيد بالسين. عصيد يعني ما عندها علاقه بالعصيده. لا ما عندها علاقه بالعصيده، ولو ان الناس خرجوا من هادشي. شحال في عمرك يا عصيد؟ زدت سيدي في 14 يوليوز 1961، يعني طالع في 52، يعني كنشرفو. كتشرف تهريم تنسى شي شويه اش خصك تخلي المجال للشباب. هريمنا هريمتا. فين زدتي السي احمد؟ زدت في الدوار تاورميت ايدوسكاو فلا، العماله ديال تارودانت، عماله في الاطلس الصغير. الاطلس الصغير. وفين ساكن؟ كنسكن في تماره. في تماره. الحاله العائليه؟ متزوج. شي وليدات؟ اييه كاين الياس يعني خدا البكالوريا هذا العام، كاين مريم عندها 16 عام، وكاين نوميديا عندها 6 سنين. يعني وحده اللي عندها اسم امازيغي. اييه. علاش ما بغاوش يقيدوهم لك ولا انت قلتي نعرب؟ لا انا ما يعني ما عنديش هذا المشكل، يعني كدير اسم يعني حسب الاختيار، والاسم امازيغي سجلته بدون مشاكل نوميديا، لان ذاك الوقت كانت تسجلت بعد ما كانت نوميديا ديال الحسيمه جلست 3 سنين بدون ما تسجل، ثم كان الحل في 2003 بتدخل ديال الملك محمد السادس في الملف ديال الاسماء الممنوعه وتسجلت في هذاك الوقت هي وانير تيليلا بتدخل من المجلس الاداري ديال المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه. نعم. الزوجه اش كدير؟ في الدار يعني ما عندهاش. ربت بيت. ربت بيت. وإلا بغينا نعرفوا المهنة سي عصيد، دابا أنت كتلفتينا بزاف، درتينا واحد العصيدة كل مرة كنشوفوا أش كدير بالضبط؟ أنا في الأصل أستاذ فلسفة. وثم منذ 2002 وليت باحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، التخصص ديالي الأكاديمي في الأمازيغية هو الأدب. بمعنى كنت ناقد ديال الأدب الشعر، وباحث في التراث الأدبي الشفوي، الحكاية، الأمثال، الشعر الشفوي لآخره. هذا هو التخصص. الآن كنخدم في مركز الدراسات الأدبية والفنية والإنتاج السمعي البصري. يعني كنخدمو في الأدب كيف كنخدمو في المجال الفني، وكنبلورو تصورات للتلفزيون السمعي البصري، التوجهات العامة. كيقولوا عليك السي عصيد أنت جنرال ديال الأمازيغية، وأنت شيخ الاستئصاليين، وانت شيخ العلمانيين. جنرال يعني ما عرفتش شكون اللي عطاني هذا الكراد، لانني انا بالروح ديالي يعني بالطبيعه ديالي ضد العسكره الامازيغيه، ضد العسكره، لان العسكر ناس منضبطين
منضبطين. انا لست منضبطا، بمعنى ما عنديش دي نغم ولا دي دوغم اللي كان نمتثل لهم. والمبدا ديالي هو الحريه، ولهذا ما كيصلحش لي لقب جنرال. شيخ، يعني الشيخ هو المشيخه هذه فيها ادعاء ديال العلم، وانا لا ادعي انني كنعرف اكثر من الناس او كندعي العلم، لهذا ما يمكنش نكون شيخ. بالاضافه لهذا ما كنقلبش على المريدين، وما كنقلبش ان الناس يصفقوا ليا او انهم يعجبهم داكشي اللي كنقول. انا كنقول داكشي اللي كنوصل ليه بالجهد ديالي، وكنعتقد انه في المصلحه ديال الانسان في بلادنا، ولكن ما كنقلبش يكونوا عندي اتباع او نجيش الناس او نكون زاعم. ولهذا كل المواقع اللي هي كتؤدي للزعامه كنهرب منها. ماشي متطرف شي شويه السي عصيد؟ ايوا حسب الامثله، الا كان شي مثال فيه تطرف يمكن تصريحاتك احيانا كتكون صادمه للناس، خصوصا ما يتعلق بالاسلاميين واحيانا بالاسلام، ما يتعلق بالامازيغيه، ما يتعلق بالوضع السياسي. الناس اللي ما كيتفقوش معاك كيقول لك اودي انت من الهدامين للقيم للمجتمع المغربي. والموضوع التطرف، انا بالنسبه لي التطرف هو انك تمس بالحقوق ديال الناس. يعني اي موقف او راي اللي كيمس بحق من الحقوق ديال الاخرين كنعتقد ان هذا تطرف. ولكن اي موقف او راي حر فيه نقد لوضعيه منحرفه، او فيه نقد لشي حاجه اللي ما هيش هذيك، كنعتقد ان هذا عمل بناء. وانا ما في الحقيقه لا اهدم اي شيء موجود الا هو ايجابي وفي صالح الانسان وفي صالح المواطن، ولكن صحيح انه لا بد من ان الانسان يهز معول الهدم بالنسبه للقيم اللا انسانيه والاوضاع المترديه اللي هي ماشي في الصالح ديال البلاد الا بغينا نتقدموا. لان الا بقى المغرب مشدود لاسباب التخلف ديالو فما غنمشيو فين، غنبقاو في الوضعيه اللي حنا فيها. النيابه العامه، يعني شنو كيمثل اليوم احمد عصيد في المجتمع المغربي؟ واش عندك ناس اللي متبنيين افكارك، ولا انت صوت نشاز وسط هذا الفكر اللي سائد اليوم في المغرب، ولا شنو بتحدي؟ لا انا لست نشازا نهائيا، هذه فكره غلطه كيقولوها بعض المتشددين الدينيين باش يوهموا الناس باننا اقليه. انا في الحقيقه كنعبر على اراء وافكار شريحه كبيره ديال المجتمع المغربي اللي ما كيتكلموش. البعض فيهم ما عندوش الشجاعة باش يتكلم ولكن كيأمن بهاد القيم، البعض فيهم كيتكلم ولكن ما كيتكلمش مباشرة وديريكت وبشجاعة، البعض فيهم كيستعمل لغة الخشب وهي ما كتنفعش في الزمن ديالنا. ولكن هاد الناس هادو كاملين أنا كنعتقد وكنتلقاهم في الشارع وكنتلقاهم في وسائل النقل العمومية بحال التران بحال القطار بحال الطيارة إلى آخره، وكان يعني نتلقى يعني لي فيليسيتاسيون ديالهم والشكر ديالهم إلى آخره. إذا أنا لست حالة شاذة، بالعكس تماما، إنما أمثل رأيا هو رأي ديال واحد العدد ديال المغاربة. ما غاديش نقدر نقول لكم شحال هما، ولكن كنعتقد أنهم ماشي أقلية منعزلة كيف يحاول البعض إيوهام. سي عصيد، إلا بغينا نعرفوك أنت على المستوى الهوية ديالك والإيديولوجيا ديالك، شنو نسميوك؟ أو كيفاش نوصفوك من غير أحمد عاصيد؟ علماني، أمازيغي، كوني، ليبرالي، شنو بالضبط أنت؟ أه، مغربي أولا، أنا هذه مغربي تشبت بها وكنعتبرها أساسية. علاش؟ لان هي الاساس ديال التدبير ديال البيت الداخلي، وهي الاساس ديال الانفتاح على العالم باش تمشي حتى نحو الانسانيه والعالميه. لا بد هاد التمغربي من نديروا لها تدبير مزيان. انا كنتذكر انه كنت في المجلس الاعلى للثقافه في عام 93، كان ديك الساعه وزير الثقافه السي ناصر، واستدعونا، وكنت عضو في واحد اللجنه سميتها لجنه الاستراتيجيه الثقافيه، ولقيت راسي مع مجموعه الناس الشيبانيين كبار مني، السيد عبد الكريم غلاب، السي عبد الهادي التازي، السي عبد الهادي السي المهدي بنونة، يعني مجموعه الناس كبار. وبداو كيتكلموا على تصدير الثقافه المغربيه الى الخارج، وانا جاي باش نتكلم على شنو هي الثقافه المغربيه. قلت لهم هما صدروها، صوبوها وصدروها. قلت لهم اودي بلاتي الله يرضي عليكم، راه حنا بعدا هذه الثقافه اللي انتم كتهضروا عليها
راه حتى واحد الجزء صغير من العالم الثقافي الزاخر ديال المغاربه. ولهذا نحددوا بعد هذا تمغربيت ولحيت على هذاك الاسم. في نظرك شنو هي تمغربيت؟ لقيت ان المشكل تمغربيت هو الانتماء الى الارض المغربيه قبل كل شيء وما عليها من خيرات رمزيه. وهذا الانتماء اساسي لان بعض الناس كينساو الارض، ومنين كتنسى الارض بمعنى الاطار الجيوبوليتيك كتضيع، بحال دوك اللي بغاو يبداو لنا التاريخ من جزيره العرب، ولا اللي باغي يبدا التاريخ من فرنسا. راه المغرب ارض قبل كل شيء، ولكن فوق هذه الارض كاين تشييدات حضاره وكاين تموجات بشريه سكانيه. واش تمغربيت تمغربيت من الدين الاسلامي مثلا؟ لا، الدين الاسلامي لا، جاوبنا بدون لغه خجل. لا، بطبيعه الحال، لان علاش تمغربيت هي اللي كتحدد الدين الاسلامي في المغرب قبل منه، لان هي اللي كتحددوا في المغربيا. حنا ما نقبلوش هنا الدين ديال السعوديه ولا الدين ديال باكستان ولا الاسلام ديال ماليزيا ولا ديال افغانستان. الاسلام اللي كاين هنا هو اسلام فيه تمغربيت، وتم التوليف ديالو حسب هذا التمغربيت، ولهذا كنعتبرها اسبق من كل الامور الاخرى لان هي اللي كتضبط هذا الشيء كامل. سي احمد، شنو هي اسلام مغربي؟ هذه ما تفهمهاش ليا بزاف. اسلام مغربي انا غادي نقول لك شنو هو. اسلام واحد كاين القران والسنه. لا، ماشي صحيح انه كاين اسلام واحد، هذا غير صحيح. راه 14 قرن داز فيها العجب. ودازت فيها فرق، ودازت فيها مذاهب وتيارات واتجاهات. وشنو هذا الإسلام المغربي؟ إسلام مغربي هو واحد الإسلام وسطي معتدل عقلاني. اش كيدير؟ كيطابق النص مع الواقع ديال الناس ومع الحاجات ديال المجتمع. وهذا الشيء لقيناه عند جدادنا، ما جبناه لا من فرنسا لا من بريطانيا لا من ألمانيا لا من طبلسة. هذا الشيء لقيناه في الديمقراطية المحلية ديال القبائل قبل 1912، قبل حتى ما تجي فرنسا. كانوا المغاربة كيحاولوا باش يطابقوا بين الإسلام وبين الواقع ديالهم، وكانت العاصمة أو النظام المركزي اللي هو المخزن كان كيدير حاجة أخرى، ولكن الأغلبية ديال التريتوار كانوا فيه المغاربة كيعكسوا ثقافة الشعب وكيعكسوا إسلام ديال الشعب اللي هو إسلام في الحقيقة معتدل. ولهذا ما كانوش كيقطعوا للدين، ما كانوش كيرجموا بالحجر، ما كانوش كيجلدوا ظهور الناس بالسياط، وما كانوش كيقطعوا الراس. كان حكم الإعدام ما كاينش في العرف المغاربة. وكانت الحدود تعطل، بينما كانت كتعتمد في المحاكم الشرعيه ديال المخزن عند النظام المركزي. والاسلام باقي عندنا دابا؟ هذا الاسلام كاين، ولكن تم طمسه من بعد 55 عام ديال الاستقلال. علاش؟ لان بلاد المخزن تم تعميمها بعد الاستقلال عبر وسائل الاتصال والاعلام والمدرسه العموميه. وشنو بمعنى الاسلام اللي عندنا؟ بمعنى استغلت الدوله، استغلت الوسائط ديالها اللي كتحتكرها بوحدها باش تعمم ثقافتها على حسب ثقافه الشعب. اذا خصنا حفريات باش نحييو هذيك الثقافه ديال المغاربه، باش تنقدنا من التطرف اليوم، وتنقدنا من المشاكل اللي هي جايه من خارج. فين كاين التطرف السي عاصي؟ انا نقدر نقول لك انه المعارضين ديالك غادي يقولوا هذه صيغه معينه للتحايل على انك تعلن انك انسان علماني أو مواطن علماني أو عاصي علماني. إيه، هو علماني، راه المغاربة علمانيين. الله أودي. المغاربة راه علمانيين. كيفاش؟ أنا غادي نقول لك كيفاش. أنا أقول لك كيفاش. المغاربة كلهم علمانيين لأن لاكارت ناسيونال ديالهم فيها الجنسية مغربية، ما فيهاش الدين. بمعنى ما يحدد العلاقة بين كل واحد فيهم والدولة ليس هو الدين. هذا من جهه. من جهه اخرى، ملي كتمشي لاي اداره كتقضي الغرض ديالك ما كيسولوكش الناس على العقيده. من جهه اخرى، التدبير ديال الفضاء العمومي واحد ما كاينش واحد المنظور سلطوي كيتسلط على الناس كاملين. اذا كاين هذا البعد، هذا علماني في الدوله وفي المجتمع المغربي، ولكن كاين عاود، لا كاين عاود، هذه غادي نعطيك عاود جوانب اخرى كثيره اللي فيها اخطاء، وهو التدخل السلطوي في باستعمال المعتقد من اجل تكريس واحد الواقع، وهذا شيء كنرفضوه. اذا راه داك الشيء اللي كيقولوا الناس العلمانيه راه ماشي غريبه على المغاربه. اولا كانت في التقاليد ديالنا، لان الاجداد ديالنا كانوا كيفصلوا بين الديني والدنيوي. أيه. مثلا الجماعه، المجلس الجماعي اللي كان كيسير الجماعه ما كانش الفقيه كيحضر فيه، كان ممنوع عليه، لانه الفقيه ديما براني والمكان ديالو في الجامع، وما كانش مسموح ليه يهضر في شؤون الجماعه الاقتصاديه الاجتماعيه او السياسيه. ولكن كيمشيو عنده الناس يسولوه في الامور الدينيه، بمعنى هذا فصل بين الروحي
والارضي والدنيوي. اذا علاش البعض كيجي اليوم ويقول لك راه العلمانيه جايه من فرنسا ولا انجلترا؟ كاين نموذج مغربي ديال تاع علمانيه. لكن اللي غايقول لك اودي السي عصيد راه كتقلب منين دوز لهذا الشيء وصافي المغرب بالي. لا واش هاد المعطيات اللي كنعطي دونك اللي كيقول هذا الكلام خصو يكذب المعطيات اللي كنجيب. يقول لك كيكذب خصو يقول هذا الشيء عمره ما كان ويعطي وحنا نعطيو لي زارغيمون. كيقولوا الناس الاسلام قران وسنه واجتهاد والمغاربه مسلمين والدستور كيقول اسلاميه الدوله والناس اللي كيدافعوا على العلمانيه فشلوا في معركه مدنيه الدوله. بالعكس عمرنا ما فشلنا في شي معركه اللي خضناها في الدستور. فشلتوا السي عصيد؟ لا ما فشلناش او انتصر الاخرون. لا ما انتصروش. انا غادي نقول لك. قول لي. الدستور الحالي لا يمكن لأي متطرف ديني أن يستعمله لمصلحته. علاش؟ لأنه دستور متناقض، عنده جوج لوجه، عنده وجه علماني وعنده وجه إسلامي. دونك إلا بغيتي إلا بغى العلماني يستعملوا لصالح الحقوق كيستعملوا ذاك الجانب الإسلامي. إلا بغى الإسلامي يستعملوا في التطرف والتشدد كيستعمل ضده سمو المعاهدات الدولية، كيستعمل ضده توسيع مجال الحريات، كيستعمل كذا. هذا من جهة، ولكن هذه محطة في التاريخ ديالنا. النيابة العامة عندنا حكومة كيقودها حزب إسلامي. إيه ما نكذبوش على بعضياتنا. إيوا فين هو المشكل؟ عندنا حزب إسلامي اليوم كيقود الحكومة. وفين هو المشكل؟ المشكل هو أن هذا الشيء اللي كتقول كيتعارض تماما مع أنه حزب إسلامي اليوم كيقود الحكومة في البلاد. ايوا شنو مال هذا؟ كيدل على ان بحال اللي قال السيد القاضي انكم اطروحتكم العلمانيه انهزمت. لا ابدا، حزب اسلامي كيقود البلاد السي عاصم. انا نقول لك العلمانيه واش كاين بعدا حزب اسلامي كيقود البلاد ولا لا؟ كاين حزب اسلامي كيقود البلاد، ولكن ما كيعنيش انه كيحكم بوحده. هو داخل مع احزاب اخرى من جهه، ثم كاين الملكيه من جهه اخرى. طبقا للدستور كنعتقد ان السلطات ليست مركزه في يد رئيس الحكومه، يعني مازال ما وصلناش لدستور ديمقراطي للرئيس المنتخب او حكومه منتخبه هي اللي كدير تدبير كل الشؤون ديال البلاد. فاذا هذا الحزب ملزم اولا بان يحترم الاختيارات الكبرى ديال الدوله اللي هي اولا اننا غد هي إسلامية الدولة. إسلامية ديال الدولة. لا، الاختيار الاول في المغرب هو اننا اختارينا طريق المسلسل الديمقراطي، اختارينا طريق بناء دولة القانون، اختارينا طريق المصالحة الوطنية اللي هي هذه اختيارات. المغرب بلد اسلامي. لا بلد اسلامي لا يعني ديني. اتونسيون، هنا بغيت نصحح واحد المسألة وهذه غالبا دائما المتطرفين كيديروا هذا التأويل وهو غير مقبول. المتطرفين الدينيين. علاش؟ لأن ملي كتقول الإسلاميين كتسحب الناس واش كتهضر على المسلمين. كاين ناس ما قاريينش كتسحبهم ملي كيسمعوا إسلاميين واش المسلمين. وبعد مرات غير ما كتقدروا شي تقولوا كل شيء داك الشيء وكتقولوا حق ما حق المتطرفين الدينيين. لا، كاينين المتطرفين الدينيين وراه حتى المغاربه اللي ما نقولش ما متدينينش ندير بحال ياسين محقاوي ولكن غادي نقول اللي ما مسيسينش وما عندهمش مع السياسه او مع تيار اسلامي سياسي معين. كتوصل ليه حتى للدين وكيقول لك حبس. ولكن علاش؟ لان المواطن المغربي ما اثر شيء مزيان. اولا مخرج الى قرى، مخرج من واحد المدرسه فيها ديجا معضله كبيره فيما يتعلق بالمضامين الدراسيه. الى ما كان شيء قاري راه ضحيه دابا ديال وسائل الاعلام اجنبيه، راه كاين دابا دي بارابول كيروجوا العجب. والمغاربه بحكم الرداءه اللي كتحكم الاعلام ديالهم كيهربوا من التلفازه المغربيه وكيمشيو للقنوات الاجنبيه. ولكن باش ما نضيعش واحد النقطه اللي قالها يعني النيابه العامه هو ان ملي كتقول دوله اسلاميه لا يعني انها دوله دينيه تطبق الشريعه تطبيقا كاملا. هذا الشيء دوله اسلاميه بمعنى فيها اغلبيه المسلمين. وهنا كنجي للكلام ديالك السي رمضان ملي قلتي لي بان المغاربه مسلمون. هذا كلام عام ولكنه غير دقيق. بمعنى المغاربه فيهم الا غنتوخاو الدقه، الدقه والجرأه المغاربه فيهم اغلبيه ديال المسلمين. داخل هذه الاغلبيه ديال المسلمين كاين اقليه صغيره ديال الاسلاميين، يعني دوك المتشددين في الدين، اقليه صغيره. وكاين اغلبيه ديال المسلمين اسلام شعبي بحال الوالد ديالي الوالده ديالي الناس مساكن اللي كيصليو. فين تصنفوك السي عاصف؟ لا انا غنجيك فين غتصنفني. كنعطيك الناس الشعبيين اللي هما كي دي براتيكون، يعني كي براتيكيو الدين ياك كيصليو، ولكن ما كيتفق شي مع الاسلاميين. بمعنى ما كيامنش بالدوله الدينيه، ما كيامنش بان الشعر ديال المراه عوره خصو يتخبى. ما كيامن
فهادو هما الأغلبية المغاربة ياك، ولكن داخل هذيك التشكيلة عاود ديال المسلمين كاين شيعة ياك، وكاين وهابيين، وكاين متصوفين، وكاين لا منتمين، وكاين خارج يهود، خارج المغاربة. لا خارج التشكيلة دابا هضرت لك على الأغلبية المسلمين، خارج ديك الأغلبية المسلمين كاين واحد 4000 بين 3000 و 4000 ديال اليهود، وكاين واحد العدد المسيحيين ما يقدر حتى واحد يقول شحال هما، لان ما عندهم شيء الحق ديال التعبير وديال اداء الشعائر الدينيه. انا كنقدرهم، انا كنقدرهم بما يقرب من 150000. علاش؟ لان كاين واحد، كاين واحد الاحصاء كيتكلم على ان 150000 المغاربه لديهم اتصال بالبعثة التبشيريه. 150000 مسيحي مغربي اللي عندهم اتصال بالتبشير بالمبشرين. هذا رقم خطير جدا. ايه كاين. فهذه فقط 8 سنوات كانوا 44000، دابا 150. اذا الدوله ما كتكلمش على هاد الناس وما معطيش لهم الحق ديال انهم، رغم ان الدستور كيضمن الحق في ممارسه الشعائر الدينيه، ولكن الدوله المغربيه موقعه اتفاقيه مع الكنيسه انه الا قرب شي مغربي يجريو عليه، هذه اتفاقيه. اذا كيفاش الحق في تغيير الديانه؟ هذا مساله معروفه، راه شي واحد تقول لي مغربي كان مسلم ولا مسيحي، دونك شنو هي حريه؟ لا اسمح لي، الا غنديروا الرده رجعنا غير الدستور اللي قلتي يقبلوا القراءه في هذا الوجه، ويقبل القراءه في الوجه الدستور فيه سمو المرجعيه الدوليه لحقوق الانسان مع الخصوصيه المحليه، لا وفيه الحريات، وفيه المساواه، فيه راه المساواه، راه بغض النظر عن الدين او عن الجنس او اللون او القبيله او العرق. فإلا غنتكلموا على الرده او تغيير الدين، راه خصنا نهضروا على دوله تطبق الشريعه كنظام شامل، وهذا الشيء ما كاينش. دونك بما انه ما كاينش، ما يمكنش لك تستعمل هذه المفاهيم. من جهه اخرى، هذاك حد الرده اللي كتهضر عليه اصلا مشكوك فيه، لان هناك فقهاء اثبتوا بانه لا يمكن انك تضرب القران كله بحديث نبوي مشكوك فيه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا حديث، هذه غير جمله، ولكن القران عامر بالايات ديال الحريه. كيفاش كتضحي بالقران كله وتاخذ واحد الجمله كتقولها على حد وتطبقها على ناس باش تقتل؟ لا. اذا خصنا نعتبروا ان المبدا الاساس في الاسلام هو حريه المعتقد. ومن هذا الشيء كله السي عاصي، انت فين صنفوك؟ انا مغربي. عاوتاني الهوية ديالي، الهوية ديالي انا استاذ فلسفة. ومعنى استاذ فلسفة انه شخص مقلق مزعج كيطرح اسئلة حول المفارقات والتناقضات ديال المجتمع وديال الناس، وكيحاول يخرج المعنى، وكيحاول يعدل المفاهيم اذا كان فيها التباس، وكيحاول يوضح الرؤى. وبهذا الشيء ما كنعجبش واحد العدد ديال الناس، ولكن ما كنقلب شيء باش نعجبهم. انا ما كنقلب شيء على جمهور ولا اتباع ولا مريدين، انا كنقوم بوظيفه المثقف المستقل، ما تابع للسلطه، ما تابع للحزب السياسي، ما تابع لشي حركه او تنظيم. انا كنقوم بدوري، عندي موقف نقدي من الجميع بما في ذلك الحركه الامازيغيه، الا تدار شي خطا اندد به. مبرزيت زعما بغيتي تقول. هذه هي هويتي. بحال شي واحد كيلعب في شي ماتش الكره كيقول لي لونترينور انت ما تقيش الكره، برزت لي غا هذوك، تلف لي الخطوط مع اليمين مع اليسار. ايوه حسب الهدف والغايه. لان انا ماشي مبرزط بالمعنى ديال انه ما عنديش هدف واضح، الهدف ديالي واضح جدا، وهو ان بلادي تولي بلاد ديال الديمقراطيه ويتعايشوا فيها المغاربه مختلفين ولكن كيحترموا بعضهم بعض ومتساويين امام القانون. شكون عطاك هذه المهمه؟ اعطيتها لراسي. المغاربه غيقولوا لك السي عصيد حنا شعب مسلم، عندنا قيمنا المجتمعيه، عندنا عاداتنا، عندنا تقاليدنا، وما تدعو اليه امور دخيله. لا هذا كلام ديال الاستبداد وكلام غير مطابق للواقع. غنقول لك علاش. عمر قال لك شي حد هذا الكلام؟ لا ديما كيتقال لي، ولكن شكون اللي كيقولوه؟ كيقولوه ديما ناس في تيارات معينه اللي هما اقليه. شي واحد عادي ما كاينش في تيار. واحد عادي انا غنقول لك، كنجلس معاه كنهضر معاه ربع ساعه كيفهمني وكيقتنع، كيقول لي متفق معك. هذا المواطن العادي البسيط كيجي معمر، ولكن ملي كتجلس معاه وتتكلم معاه غير شويه كيفهم. المشكل هو في دوك الناس اللي منخرطين في تنظيمات معينه ومجلجين لان عندهم هدف سياسي، وهذاك الهدف للاسف ماشي في صالح ديال المغرب. هذوك الناس اللي كيهضروا على القيم كيقول لك هذه قيم ديال المجتمع المغربي، واش عمرك شتي شي منظومه قيم ثابته؟ راه ما كايناش في التاريخ. القيم كتغير
والقيم ديال المجتمع المغربي خاصها تغير، ولكن في أي اتجاه؟ في الاتجاه ديال المزيد من الديمقراطية، المزيد من الحريات، المزيد من الاحترام ديال الإنسان المواطن. سي عاصد كتعاون بالديمقراطية؟ نعم أسيدي. الديمقراطية كتعطي اليوم التيارات الإسلامية في المجتمعات العربية كلها الأغلبية. نعم. تحترم الديمقراطية ولا؟ بطبيعة الحال. أنا كنحترم. أنا كنحترم. شنو تعبيرك على هذا الاحترام؟ أنا غادي نقول لك. اولا انا كتبت مقالات كندافع فيها على الحق ديال الاسلاميين في المشاركه السياسيه، وكندافع على حقهم باش يدوزوا في التجربه الحكوميه. هذا الشيء مكتوب وكاين في الانترنت، كاين في لي جورنو، كاين بارتو. من جهه اخرى كنعتبر ان الناس اللي طلعوا في هذه الانتخابات هذه، بما ان الكل اعترف بانها نزيهه وما فيهاش تزوير، فهم ناس شرعيون لانهم طلعوا من صناديق اقتراع. ولكن فين كنختلف معهم؟ كنختلف معهم في معنى الديمقراطية، أنها ما يمكنش تختزلها في صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع كتجي من بعد ما كترصي الأسس ديال الديمقراطية في الوثيقة الدستورية وكتتفقوا عليها كاملين. بحال مثلا احنا كاملين غادي نمشيو لصناديق الاقتراع، كنجيو نتفقوا، كنقولوا هاد الضوابط غنتفقوا عليها باش حتى واحد فينا ما يظلم الآخر. ورتفقوا عليها بلاتي نقول لك لا لا، كاين انحرافات وكاين تاويلات حتى ديال داكشي اتفقنا عليه. انا جايك الهضره. تفضل. دونك الديمقراطيه ليست في عمليه التصويت، هذه اليه من اليات الديمقراطيه. ولكن لا يمكن اختزال الديمقراطيه في هذه العمليه، لانه خصنا نرصيو الضوابط اللي كتساوي بين الناس وكتحمي الحريات. وعاد كنمشيو نصوتوا، اللي جاب الاغلبيه يطلع، ولكن ما عندوش الحق يمس بالحقوق ديال الاخرين. علاش؟ لان الاغلبيه في الديمقراطيه مؤقته ونسبيه وليست ابديه. اذا بما انك واحد النهار غتنزل كيف طلعتي، غادي تحترم الاخرين، لان واحد النهار غيطلعوا. اذا فينالمون شنو هي الديمقراطيه؟ هي هذيك الضوابط اللي فيها الاحترام ديال الجميع متساويين. وهذه هي اللي ما كيبغيوش هاي المتطرفين الدينيين. شكون هما المتطرفين الدينيين؟ الله يرحم والديك. قولهم لي، قولهم لي. واش نسميهم باسميهم؟ في المغرب. في المغرب. في المغرب طبعا. ايوا كاين مثلا عندنا التوحيد والاصلاح مثلا، عندنا العدل والاحسان مثلا، عندنا الاشخاص بحال النهاري، بحال الزمزمي، بحال الريسوني، بحال هادو ناس اللي باغيين ينظروا لواحد الحاجه. العداله والتنميه. العداله والتنميه حزب سياسي. انا كنتكلم على الناس اللي كيتكلموا بالتطرف، لان الحزب السياسي من يدخل الحكومه انضبط نوعا ما، التزم واحد شويه باش ما يبانش كحزب ديني، لان ماشي في مصلحته. حاضر راسو. حاضر. رغم انك داير التقيه بطبيعه الحال، داير التقيه بحال النهضه في تونس، بحال الاخوان في مصر، كلهم راه دايرين التقيه. مش عرفتي التقيه؟ ولكن سي عصيد. نعم. يعني راه كيغفلنا. وبالطبع. لا انا غنقول لك علاش كيغفلنا، لانه دابا الى تتاحت ليه اي فرصه في القوانين غادي يدخل شي حاجه اللي غادي يخرب بها كاع التجربه اللي عشناها هذه 45 عام ديال الكفاح من اجل الديمقراطيه. ايوا نقول لك انا حاجه اخرى. اذا راه الناس صوتوا عليه، راه كاين الناس، ولكن معاه ناس اخرين في الحكومه حتى هما طلعوا يلا عندهم شي شويه، وهذوك الاحزاب كاينين تما ما عندهمش ذاك التوجه. دونك خص العمل ديالهم يكون هو انهم يحرصوا على احترام الدستور، ويحرصوا ايضا على ان الرصيد ديال المغاربه ما يضيعش. لان اللي ما كنقبلوش حنا هو اننا نرجعوا للور. المغرب ما يرجعش للور. نمشيو لقدام، نقدروا نقبلوا مؤقتا واحد الجمود، ما حد واحد الفتره مازال ما واضحاش، ولكن ما يمكنش نقبلوا ابدا ان شي حاجه حصلناها بالمجهود والنضال والتضحيه ديالنا انها تعاود تضيع منا. اذا كاين المتطرفين كثار، ولكن عطيت غير امثله. دونك هاد الناس هادو راه واحد النهار كنا مع بزاف منهم في الشارع في الحركه ديال 20 فبراير. ولكن نهار جلسنا باش نناقشوا الديمقراطيه اكتشفنا بان كلنا نزلنا للشارع من اجل محاربه الاستبداد والفساد، لكن ما كناش متفقين على معنى الديمقراطيه. هما بغاوها ديمقراطيه تقنيه، اليه ديال تصوت تجيب الاغلبيه ودير اللي بغيتي في الناس. هذا الشيء راه ما كاينش في الديمقراطيه. اللي كيعتبر هذه الديمقراطيه ما يعول شيء عليها. راه الديمقراطيه الحق خصو يامن بالقيم ديال انه يحترم غيره ويحترم الناس اللي مختلفين عليه، لان هذاك الاختلاف هو المعنى ديال الديمقراطيه. الا بغينا نعرفوا هذه الديمقراطيه يعني النيابه العامه طرحت هذا السؤال. الا بغينا نعرفوا الديمقراطيه جمله صغيره، الديمقراطيه هي التدبير السلمي للاختلاف السلمي. وشكون اللي هاز العصا دابا في المغرب؟
بزاف ديال الناس هازين العصا. كيدار لينا الحساب ما كاين. اولا السلطه اللي هزه العصا راه كتسلخ في الناس في الشارع وما كتخليش الناس يتظاهروا ويعبروا على رايهم، وهذا الشيء ماشي معقول. ما يمكنش تقول لي دزنا العهد الجديد ودزنا الدستور ودزنا كذا ودرنا انتخابات وعاود نرجعوا معتقلين كامل الناس كيقدروا ياكلوا. لا ما نديروش معتقلين ضرائي. شوف اسبانيا ياكلوا العصا اكثر من لا ياكلوا العصا، وكما ديرش معتقلين ضرائي ما تلوحهمش في الحباسات على انهم عبروا على راي، هذا الشيء غير مقبول. يمكن تفرق الناس بالماء، كدير عليهم الماء بحال كاين الجفاف، كاين الجفاف ما عندهم يديروا بالماء دونك يدبروا على طرق اخرى من غير هذه الطرق الوحشيه باش كيتعاملوا مع المواطنين، لان هذا الشيء راه ما يمكنش نقبلوه. الناس اخرين البي جي دي اللي كاين في الحكومه ما قادرش يعبر على راسه كحزب ديني، ولكن سلط الاتباع ديالو الدعويين على المجتمع واستعملوا العنف، استعملوا العنف في عدد من المناطق. خطر هادشي اللي كتقول السي عاصم. نعم كاين، وراه كتبنا عليه وناقشناه في وسائل الاعلام الى غير ذلك، ومشيت حتى لعين المكان اجتمعت مع الناس مثلا في عين اللح، مشيت حتى لتما اجتمعت مع الناس في ازرو ديال عين اللح ديال الاسلاميين اللي كيمارسوا العنف. كيحاربوا الدعاره السي عاصم. لا ما كيحاربوش الدعاره. قال لك من رأى منكم منكرا فليغيره، ماشي كيف في الإسلام فليغيره باش بيديه خصك الدولة ديال الشعب، هو سير دير الدولة ديال الطالبان وبقلبي وذلك أضعف الإيمان. عمل الناس باغيين ياخذوا الإيمان، عمل دولة ديال الطالبان وسير غير وعمل فيها الفوضى وغير بيديك هنا. الإنسان واش أنا باغي الدعارة؟ أنا ما بغيت حتى شي امرأة في بلادي أنها تستجرب الجسد ديالها، بغيت جميع النساء والفتيات يعيشوا بكرامة، ولكن باش يعيشوا بكرامه خص تنميه حقيقيه. هذيك عين اللح راه عندها اكبر مدخول ديال الجماعات، فين كيمشي؟ فين كتمشي الفلوس؟ وكيفاش انه ما كاينش تدبير ديال هذيك الموارد؟ كيفاش ان هاد النساء ما عندهمش عمل؟ اذا هاد الناس اللي كيسلخوا العيالات في الشارع وكيمشيو للمواطنين كيقولوا لهم عطيونا لاكارت ناسيونال، وري لاكارت ديالك باش تدوز في الزنقه، هادو ولاو في بلاصه الامن، وهذا الشيء ما يمكنش نقبلوه نهائيا. شكون نتوما؟ حنا كديمقراطيين، حنا كمواطنين ديمقراطيين. علاش شكون اللي كيعطي التيكيته ديال الديمقراطيه؟ الا جا عندي غدا سلام ياسين وقال لي انا ديمقراطي، واش نقول ليه لا؟ ما غاديش يقول لك ديمقراطي لانه بغى الخلافه الثانيه على منهج النبوه، وهذه ماشي هي الديمقراطيه. عندي الزمزمي وقال لي انا ديمقراطي، او الفيزازي قال لي ديمقراطي. هذوك كانوا واضحين، هذوك كانوا واضحين ما كيهضروش على الديمقراطيه. من كيران كيهضر على الديمقراطيه، الاخرين ما كيهضروش عليها. واش كيهضر عليها ولا كيامن بها؟ يعني ما كنعتقدش انه كيامن بها، لانه ما كيقبلش الديمقراطيه. رئيس الحكومه المغرب ما كيامنش بالديمقراطيه؟ لا كيامن بالديمقراطيه الصناديق، على انه جاب واحد اغلبيه نسبيه. لا ماشي في الحقيقه شي حاجه كبيره بالنسبه لحجم المصوتين وحجم اللي مسجلين في اللوائح وحجم الناس اللي هما عندهم سن التصويت. هو هذاك الشيء اللي جاب بن كيران لا شيء، ولكن كنحترمه لان هذا الشيء اللي تمخضت عليه العمليه، انما ما يمكنش نختزلوها في هذاك الشيء. بن كيران باش يكون ديمقراطي خصو يقبل التنوع ويقبل الاختلاف اللي في بلاده، وما يستعملش المعيار ديال الاسود والابيض، الضلاله والهدى. هذا راه ماشي معيار ديمقراطي. السي احمد كنهضر على الديمقراطيه وبن كيران الديمقراطيه، انتوما لا نزلتوا غدا صداقة واش كتمثلوا شي حاجه؟ هي كنمثلوا ونزلوا صراحه. شوف انا غادي نقول لك انا غادي نقول لك انا غادي نقول لك شنو غادي يوقع هذا الخطر. غير صوت عليكم حتى شي. لا انا اربعه الاحزاب اللي اتصلت بيا قبل الانتخابات اربعه باش نترشح. شكون هي؟ علاش اتصلوا بيا في نظرك؟ سي عصيد الا كنت انسان. شكون هاد الاحزاب؟ الا كنت انسان. لا اللي رفض الجواب. لا لا ابدا ما يمكنش نرفض الجواب، بلاتي نكملوا ونقولهم لك ونقولهم لك واحد بالواحد. مرحبا. علاش اتصلوا هاد الاحزاب الا كنت انا انسان ما عنديش الناس او ما عندي ما عندي والو؟ بعض الاحزاب والسيسي مسكين عرفناه وحفظناه والله يعمر ليه الدار. سيسي محمد الله يذكره بخير، شرف في المحاضرات وفي الكليه. نهار ترشح راه الله غالب. لا لانه العمليه اللي تمت هي ماشي ديمقراطيه، كانت توزيع ديال المال بشكل فاحش. ياك الانسان عنده مبادئ ديال الانسان كيخوض تجربه سياسيه كيخوضها بشرف وبكرامه ديالو، ولكن كان في مقابل ديالو ناس غير شرفاء، ناس اللي ما كيحترموش الديمقراطيه، وناس ماشي نضاف. وعلاش العداله وتنجيبو 107 وفي بعض الدوائر طلعوا ثلاثه؟ انا غادي نقول لك علاش. تريبل روشارج. انا غادي نقول لك علاش. علاش؟ السبب الرئيسي ديال نجاح الاسلاميين هو نسبة المقاطعة المرتفعة. هذا العزوف
اللي عند المغاربه اللي هو المعضله الكبيره اللي خصنا نعالجو هو السبب. علاش؟ لان الاسلاميين صوتوا لهم السلفيين وصوتوا لهم العدل والاحسان، بمعنى هادو ناس متكتلين. ملي كتكون اقليه منظمه هذا كلام كيتقال. لا لا هذا الواقع. انا نعطيك السلفيين. شوف في طنجه مثلا الواقع واضح، لو لم يكن هذا التكتل في طنجه ما غاديش. ورغم ذلك فقد البي جي دي 15400 صوت. هي ديال من؟ هي ديال المواطنين العاديين اللي كانوا كيعتقدوا ان الحزب غادي يجيب اون فالور اجوتي، غادي يجيب قيمه مضافه. ولما شافوا هذا الاداء الحكومي المبهدل ديال 10 شهور ها هما تخلاو على على البي جي دي. دونك شكون اللي بقى؟ بقى دابا هذيك لا ماس، هذيك الكتله الناخبه اللي هي منخرطه في الخطاب الاسلامي وهي اقليه صغيره. اذا لنفرض اننا صلحنا بلادنا ودرنا مؤسسات ديمقراطيه وسوينا المشاكل الكبيره وصبحت 80% ديال المغاربه كتشارك في الانتخابات، وقل لهم ديك الساعه لهاد الاسلاميين انهم يجيبوا هاد غادي يبانوا كاقليه، ولكن للاسف واحد العدد كبير ديال الناس متبرم من هاد العمليه كلها وما بقاش كيامن بها، وهذا مشكل كبير. الا ما بقيناش كامنوا بالجدوى نديروا واحد الافتراض، نديروا واحد الافتراض. افترضوا درنا واحد الانتخابات مثاليه بحال داك الشيء ديال الميريكان، ترشحتي انت، ترشحتي في مقابل او ضد الشيخ الفيزازي، هي دخلنا عليك بالله واش غتضم معاه؟ لا اتونسيون، الشيخ الفيزازي ما عندوش بزاف الناس، راه السلفيين ماشي كثار. انا اختاريت لك لا هنا ولا في تونس، اختاريت لك غا لا كون اختاريتي لا لا كون هضرتي على قلتي بعد العثماني ولا قلتي بوليف ولا قلتي شي واحد. لا انا اختاريت لك غا الفيزازي. لا انا ما كنعتقدش ان الفيزازي عنده بزاف ديال الناس اللي غادي يواجه به اي واحد. كنتكلم على مستوى الخطاب. انا نتخيل الا درتي واحد انا كنعتقد الحمله الانتخابيه اسمح لي انا كنعتقد نكمل لك الفرضيه ديالي. الا درتي شي حمله انتخابيه، درتي واحد التجمع في وسط مثلا الرباط وبغيتي تتكلم على شكون انت وتقول لهم انا علماني وكنامن بالحريه الفرديه وكنامن بهذه وكنامن بهذه وكنامن بهذه. لا ودابا دابا كنقول لك اولا خلطي بين المثقف والناشط المدني وبين شخص اللي كيخوض السياسه. اللي كيخوض كله مجموع في عصير. لا اللي كيخوض لا انا ما كنترشحش هاي وما كنتواجدش في منظمات سياسيه وما كندخلش في الانتخابات. انا كنقوم بالدور ديالي النقدي من خارج هذا الشيء كامل. الا انا قررت انني ندخل السياسه بمعنى اولا لا بمعنى اولا غادي تكون دي كونديسيون اخرى من غير هادو اللي كاينين. غادي يكون دستور اخر. غادي تكون وضع اخر اللي هو يعني اكثر كريديبيليتي، اكثر مصداقيه من دابا. لان اللي كيجعلني انا ما نخرجش في السياسه هو انا كنعتبر بان الوضع ما عندوش هذيك المصداقيه اللي يجعلني نخوض. وبالتالي الا غادي نقرر ندخل في السياسه كندخل لها بالاليات المتعارف عليها. وفي هذه الحاله كتعمل للناس. علاش قلت قبيله راني ما كنقولش للناس داك الشيء اللي بغاو؟ لان السياسي هو هذا، السياسي خاصو يقول للناس داكشي اللي بغاو باش يصوتوا عليه. انا ما كنقولش للناس داكشي اللي بغاو، كنقول لهم داكشي اللي كنعتقد انه الحق واخا ما يعجبهمش دابا، ولكن باقي غادي يلقاوها من بعد. لان بزاف ديال العباقره في التاريخ والناس الكبار اللي اسوا الانسانيه واسوا في مختلف مجالات، راه كاين اللي ضربوه بالحجر في العصر ديالو، كاين اللي دفلوا عليه، كاين اللي سبوه وشتموه، ولكن هو اللي صنع التاريخ فيما بعد. انت بغيتي تصنع التاريخ فوالا. واش ماشي بغيت نشارك فيه؟ بغيت نشارك في صنع التاريخ ديال بلادي وهذا من حقي. صنع التاريخ السي عاصي، ولكن واش ماشي ساهل انك ما تحطش يدك في العصيده؟ في العصيده اللي بعد دابا المعيار دابا لا 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 وتبقى من بعيد تقول بانه ما كاين حتى شي حاجه. انت ما قادرش تهبط للساحه. لا ماشي ما قادرش نهبط للساحه. لا انا كنهبط للساحه، عندي مجال ديالي فيه كنهبط للساحه. انا عندي نشاط، انا كندير ما بين 65 حتى ل 70 لقاء جماهيري في السنه ياك، وكنديرو في الوسط الحضري وكنديرو في الوسط القروي، وفي الوسط القروي بين 10 حتى 12 ألف ديال الناس اللي كنأثر في لقاءات. هذا راه نزول ولكن ما كنعطي حتى طابع سياسي له. ما يعني ما عنديش اهداف انتخابيه، عندي هدف ديال تاطير المواطنين. الجمعيات ديال التنميه المحليه في البوادي، الجمعيات الثقافيه والمهنيه والمنظمات الحقوقيه في الوسط الحضاري والشبيبات الحزبيه بمعنى انا باعتباري هذا النشاط بالنسبه لي انا هو نشاط ميداني في عمق المجتمع، ولكن ما كنديروش في اطار سياسي وبهدف ان يكون عندي مقعد
في مؤسسة معينة. إذا ما يقول ليش شي واحد راني ما نزل شيء للميدة، كذلك الشارع كان نزلوا ليه منين كان بغيونا نحتجوا على حقوقنا أو بغينا نأذروا شي حد اللي كيحتج كان نزل مع الناس. ولكن الشارع ولكن نزل تيران هو الاحتكام من صوت الناس في واحد لحظة معينة بيني وبين تيار آخر. هدف الانتخابات متفق معك، هدف الانتخابات عندهم الناس ديالها، أنا ماشي من دوك الناس. وما تقول ليش ان هذاك هو الطريقه الوحيده ديال العمل مع الناس. وهي اللي كاينه دابا. لا كاين الفاعل البشريه. لا كاين النشيط المدني اللي كيساهم في تغيير العقليه ديال الناس، وكاين النشيط السياسي اللي كيمارس السياسه اليوميه بالمعنى المباشر. حنا كنديروا السياسه ماشي ما كنديروهاش، ولكن ليست السياسه بالمعنى اليومي المباشر. وانما كنا ضرب بعض الاحزاب اللي اقترحوا عليك الترشيح. كاين سيدي اولا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، قيادي ديال الاتحاد الاشتراكي اللي اتصل بيا وألح في الطلب واعتذرت له. قلت لي لا علاش؟ شرحت له هذا الشيء قلت لكم. اللي قلت لي لا مزيان. ثانيا. ثانيا سيدي الأصالة والمعاصرة. الأصالة. وبإلحاح كبير. ولكن اتصل بها إلياس العمري وقتها. لا ما اتصلش بها إلياس، اتصلوا ناس أخرين. شكون شكون؟ اتصلت بها خديجة الروسي، اتصلوا بها إخوان اللي من الحزب كنعرفهم ويساريين وكذا إلى آخره. علاش ما غاديش ترشح باسم الحزب؟ اتصل بيا يعني قيادي من تقدم الشراكية واتصل بيا واتصل بيا واتصل بيا من الحزب العمالي بن عتيق سي بن عتيق. دونك هادو ناس اللي اتصلوا بيا وطلبوا مني نترشح قبل الانتخاب واعتذرت لهم وقلت لهم اودي انا هويتي في المجتمع. عافاك عافاك سيدي، انا هويتي هو هذا الفاعل المدني ودوري كمثقف راه حاليا ما كنسمعش. كيهمني بزاف نسمع راي ديالك في هذه القضيه. السي نبيل المعضله الامين العام ديال التقدم الشراكي هو اللي كيراس الوفد الرسمي ديال الحج هذه السنه. هي هي بالنسبه لي انا من الامور الكاريكاتوريه. انا بالنسبه لي علاش؟ لان ما عرفش كنعتقد ان اللي تراس وفد ديال الحجاج غادي يكون افضل يعني شخص مقرب من الحقل الديني او شي شخص مرتبط بوزاره الاوقاف او كذا اكثر من مناضل يساري. هذا رايي. شنو المشكل مناضل يساري يمشي حج ويتراس الوفد ديال المغرب في الحج؟ ايوا كتبان لي انا بحال الا شي حاجه غير مصطنعه. يعني ماشي طبيعي. يعني اليساري ما خصوش يمشي للحج؟ لا كاين اليساريين في الجوامع نهار الجمعه كينوضوا كيوقفوا الخطيب المتطرف وكيقولوا له انت ما كتستاهلش هذا المنبر هذا لانك كتزرع الفتنه. اذا كاين يساريين مؤمنين وكيصليوا وهذا الشيء داخل في الاختيار الشخصي ديالهم ما كيدخل فيه حتى واحد. فاليساريون هم ناس من كل حد وصوب. اربع الاحزاب اقترحوا انك تترشح. لنفرض انه راسك دار ديك الساعه وقررتي تترشح، شنو الحزب الاقرب اللي كنتي غتختاره؟ لنفترض الشروط. لا في الحقيقه دابا هذا السؤال اللي طرحتيه يعني صعيب نجاوب عليه. علاش؟ لان ما واردش بالنسبه لي نهائيا انا نترشح. واخا تقول لي لنفترض ما كتجينيش العقل لنفترض لان بعيده جدا جدا. يا ودي سير معنا لنفترض ديك الشروط اللي بغيتي السي عاصي توفرات لك، قالوا لك والله ما يكونها خاطرك وغنصاوبوا لك دستور ديال ما عادش من بلاد ونقدوا لك كل شيء داك الشيء الكتروني. انا غادي نقول لك شكون تختار. انا غادي نقول لك الا غادي نختار وتبعتك في هذا المنطق ديالك، الحزب اللي هو اولا ليس حزبا اداريا ولا حزب اللي صنعته السلطه ياك في واحد الفتره لقضاء غرض معين، حزب اللي عنده شويه جذور، الحزب اللي كان الحليف قريب للحركه الامازيغيه منذ 78 هو حزب التقدم والشراكيه. دونك درت معاه كثير من الاشياء رغم انني غير متحزب، ولكن خدمت معهم الكثير من الاشياء. فكنعتقد ان هذه الامور كلها كتجعل انه الى لو انني قررت لا قدر الله لا قدر الله كون لقيتي راسك في التحالف الحكومي مع الاداره والتنميه. راه هذا الشيء علاش ما طرش؟ علاش؟ لان الامور مازال ما نضجاش. حتى الدستور في الحقيقه بالنسبه لي شخصيا النضال اللي درناه ما بين 20 فبراير و 1 يوليوز
كانت فيها امال كثيره وكان عندنا حق نعبروا على هذه الامال ونحلموا بواحد الدستور ديمقراطي، لكن للاسف اللعبه اللي تمارست في اللحظات الاخيره داخل ما يسمى بالاليه السياسيه، الشد والجذب اللي وقع، تسخير ديال ادرع يعني في السلطه من اجل باش يقولوا كلام اخر ويتراجعوا على امور كانت في الوثيقه المانوني، هذا كله جعل في النهايه كيبين بحال الا يعني اصلاح موضوع له خطوط حمراء، وهذا اصابنا بالخيبه. سي عصيد، من اقوالك وانك خطبت عبد الاله بن كيران متى استغفلتم الناس، اش بغيتي تقول ليها؟ قريت داك الشيء ومسكين ما خليتي فيه غير اللي نسيتي، وفي الاخر قلتي لي يا ريت كون كنتي بحال سعد الدين العثماني. هي لان سعد الدين العثماني هو انسان عنده خلق ديال الانصات وادب ديال الحوار، كيسمع مزيان وكيعرف كاش قلتي وما كيزورش لك كلامك، كيتناقش معك على حسب داكشي اللي قلتيه. ومن جهه اخرى تفهم المطالب ديالنا كحركه امازيغيه، تفهمها بعمق ودار مجهود كبير بحيث انه قرا 32 وثيقه دستوريه في العالم، قراها باش يثبت ان الامازيغ ستكون رسميه، وهو في العداله والتنميه، يعني هذا المجهود كاع ما داروه الناس ديال الحركه الامازيغيه. امازيغي ايه هو كاع الناس راه امازيغيين، شكون اللي ما شكون اللي ما فيهش الامازيغيه في المغرب؟ الا كيتكلم بالدارجه كيقول الساروت راه كيهضر بالامازيغيه. لكن ماشي هذا هو المشكل، هو ان الشخص حتى ولو لم يكن ناطقا بالامازيغيه هو شخص ديال الحوار وشخص اللي كيتقبل الحق لما كيكون حق. ولهذا السي بن كيران كان العكس، يعني تقبح على اللغه الامازيغيه وتكلم على الشينويه وقال امور ما يمكنش زعيم سياسي كيحترم راسو انه يقولها، وفي الاخر رجع كيعتذر. واش الزعيم السياسي كيرتكب اخطاء ويعاود يعتذر؟ خصو يحسب، خصو يحسب حساب قبل ما يتكلم ويوزن كلامه. ولهذا صيفط له هذاك الخطاب اللي شديد اللهجه باش يحسب، ولكن للاسف الى الان وهو رئيس حكومه باقي كيتكلم بلا ما يفكر. داكشي علاش قلتي وقيل لا فرق بين اسلامي سلفي واسلامي معتدل. ايه هو لا فرق في المشروع. علاش؟ يعني المشروع ليس واحد. في القنافذ ام لا؟ انا غادي نقول لك علاش. السلفي المتطرف كيقول لك بغيت الشريعه دابا. الاسلامي المعتدل كيقول لك اودي لا ليس الان، بالتدريج. فهي مشروع غادي نوصلوا له شويه بشويه، اذا الهدف في النهايه ليس هدفا ديمقراطيا. ايوا شنو هي المدرسه المغربيه كتخرج المؤمنين بدل المواطنين؟ اييه الله ودي شنو هاد الشيء؟ هذه انا عملت دراسه حول القيم في المقررات الدراسيه بالمغرب، واكتشفت بان في الموضوع ديال القيم هذا كاين واحد المعضله كبيره، هو ان المقررات الدراسيه المغربيه ما كتسمحش للطفل او التلميذ انه يفكر بشكل موضوعي، كتحاول تجعله يكون منحاز بشكل كلي لواحد العقيده معينه، وكتدوز ليه عبر هذاك الانحياز كتدوز له افكار كثيره مضاده لحقوق الانسان اللي كتبناها المنظومه التربويه نفسها. شنو هو المشكل اللي ربينا في الدري المغربي تا اسلاميه؟ شنو هو المشكل؟ كاين المشكل. شنو هو؟ كاين المشكل هو انه ما كيعرفش القيمه ديال الديانات الاخرى، وما كيكونش عنده تفكير نسبي وعقلاني، كيولي عنده تفكير فاناتيك متعصب وما كيعرفش الاخر ومنغلق على ذاته، وكيسهال يزرعوا فيه الناس الكراهيه. واش عندك عداوه مباشره للاسلام السي عصير؟ لا ابدا. شنو اللي بان لي وقيلا؟ لا دابا والمحاكمه ديالكم دابا بدات كتولي غير عادله. بديتوا كتخرجوا على شروط المحاكمه العادله، لان بديتوا كتتهموا من الامور اللي كنطالب بها الناس. وهي يمشي ويقراو هذاك الشيء اللي كتبت، ياك؟ الى لقاو فيه جمله تمس بدين من الديانات، ماشي غير الاسلام، اي دين، ياك؟ يجيو يتحاسبوا معايا عليه. كتقطر الشمع الساعه. لا انا كنعرف اش كنقول، هذاك الشيء اللي كنكتب كنكتبه دائما على توظيفات واستعمالات الدين وليس عن الاديان. كنكتبه على السياسه الدينيه وليس عن الدين. كنكتبه على تفسيرات وتاويلات وقراءات الدين من طرف البشر. والله الا كتجاهلهم السي عاصي كتجاهلهم. سيتادير زعما كتنوض فيهم الزازا كيف ما كيقول. لا راه لابد، لان الناس باش يفكروا لابد ما تصدمهم. انا كتبت واحد المقال سميتو اسئله الاسلام الصعبه، والناس كلهم ماشي كلهم، الناس اللي مؤطرين في تيار معين كيقول لك اودي معادي الاسلام. اشنو كنقول في المقال؟ نقول لهم انتم خصكم غير ما تبقاو شي تناقضوا، كونوا منسجمين. انتم كتقولوا ان الاسلام فيه جميع الحقوق. مزيان. ملي كنجي ناخذ حقي
كتقول لي لا هذا يتعارض مع الدين، وكتجيب لي صوره ولا حديث باش تاخذ لي حقي وبلاتي نقول لك الشيء اللي كاين. دونك في هذه الحاله ما يمكنش له يكون الدين فيه جميع الحقوق. اذا شنو في النهايه شنو بغيت نقول؟ بغيت نقول ان المشكل عندنا في القراءه. هاد الناس كيقراو الدين قراءة متخلفة وكيمسوا فيه بالحقوق ديال المغاربة. علاش ما نقراوش حنا الدين الإسلامي واحد القراءة؟ وراه كاين فقهاء كاين مجتهدين في خلال القرن العشرين، ونذكر حتى الأسماء ديالهم. راه كتب واحد جبد السريسوني تا هو كيدير قراءات كيعجبوك. لا اسمح لي، مجتهد مجتهد لا الريسوني الريسوني مجتهد نظريا، أنه كتب كتاب على المقاصد الشريعة كيقول فيه امور كثيره ما كيديرش بها، كيدير العكس ديالها. علاش؟ لانه مشى للسعوديه وانتمى تما لمجلس معين وكيتخلص تما، وصدق انسان ماشي في الاسلام المغربي اللي تكلمنا عليه. وقيل انت استئصالي بالصحه السي عاصد، وقيل انت استئصالي. المجتهد الحقيقي هو الذي يجتهد للناس في الامور ديالهم العمليه وكيلقى حلول لمشاكل المجتمع، ماشي واحد الانسان اللي منين كيلقاو الناس حل كيعسروا عليهم ويسد عليهم البيبان باش يعاود يردوا من الله. هذا ليس اجتهادا. حنا ما انا ما كيهمنيش الافكار النظريه. انا كيهمني في عند الناس الاسلاميين او غيرهم من الناس اللي كينطلقوا من مرجعيه دينيه كيهمني السلوك والعمل. وغادي نذكرك هنا بواحد الهضره قالها لي واحد النائب في البرلمان الاوروبي. مشيت لبروكسل كنجتمع مع نواب لي ديبيوتي دو بارلمون اوروبيان على هذا المشكل ديال الامازيغيه في المغرب. ذاك الوقت باقى مشكل لا دابا كنهضر مازال ما كاين لا دستور لا والو. اش قال لي؟ هضرنا على الاسلام والتطرف الديني في بلجيكا، وهضرنا على التربيه والتكوين وكذا والمقرر المضامين المقررات الدراسيه في بلجيكا وكذا. قال لي شوف احنا ما كيهمناش في الغرب اشنو كاين في القران ولا شنو كاين في الحديث، راه ما يمكنش نقراو النصوص وما كتهمناش لان لسنا مسلمين. حنا كنشوفوا الاسلام من خلال سلوك المسلمين والعمل ديالهم. وقال لك واخا تجيب واخا يجيب لنا المسلم الايات نحاولوا نسربيو شي ايات زوينه، واخا يجيب المسلم الايات الزوينه كاع امنوا بالفعل ولكن في السلوك ديالو ما يصلح شيء. راه صوره الاسلام هي داك الشيء اللي كيديروه المسلمين. النيابه العامه بسرعه الله يخليكم. القضيه ديال بروكسل مهمه. واش انتم بصح كتثقوا بالاجنبي وعندكم اجنده اجنبيه كتطبقوا عليهم؟ اكيد لا ما كايناش دخول. انت قلتي دابا البرلمان الاوروبي كينشروا الفكر الداخلي على المغرب. لا بطبيعه الحال فاعلين، حنا كفاعلين مدنيين كنتحركوا في العالم، كنجيبوا تجارب من دول اخرى وكنديو التجربه ديالنا كنعرفوا بها ايضا في حتى التقدم. اتونسيون التقدم اللي كنحققوه في المغرب كنقولوه للناس. ودابا راه ولينا مدرسه في التدبير ديال الشان الامازيغي، راه الليبيين وتوانسه والجزائريين. الحمد لله قلتي شي حاجه زوينه هذه الساعه وحنا كنتكلموا. اول حاجه زوينه لا غير باش هذه الفكره هذه ديال انه راه حنا كنستقوا بالاجماع، راه كاينه امور اللي هي دي زاكي ديالنا كنعرفوا بها برا. دونك مشينا عند لي ديبيوتي بارلمونتير اوروبيان، ماشي باش غير نقول لهم راه كاين تقصير في المغرب، باش نقول لهم فوالا لي زاكي ولكن ها شنو اللي باقي. في هذا الاطار هذا الاتحاد الاوروبي هذه مسائل رسميه موقع مع المغرب اتفاقيات، والمغرب قابل بانه غادي ينجح له بروسيسوس ديال التنوع الثقافي واللغوي والمراه وحقوق المراه والمساواه، ويسوي القضيه الصحراء ومعتقلين سياسيين كذا. بمعنى كاين دي زونكاجمون ديال المغرب، كاين يعني الامور اللي المغرب تعهد بها الاتحاد الاوروبي. فاحنا كنمشيو باش نوضحوا شنو هو التقصير اللي كاين من قبل المسؤولين المغاربه، لان الضغط الداخلي كنديروه ولكن خص ايضا ضغط خارجي. وهذا ماشي استقواء باش الوقت النيابه اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال غنحيدو في المونتاج. تفضل مختار. تفضل ما بقاش الوقت. بقى لنا واحد المساله اساسيه. انت حدثي او تقول حدثي؟ نعم. وصلتي اللغه وكدير الاصوليه؟ لا ما عنديش اصوليه في اي مجال من المجالات. الاصوليه في اللغه هو انك كتفرض لغه معينه على ان اللغه الوحيده الممكنه وخصها تكون ديال الجميع. حنا كنتكلموا في اطار التنوع. الامازيغيه كانت في الهامش وكانت طابو سياسي ديال الدوله، دابا دخلت في الحقل ديال الاعتراف وديال الشرعيه السياسيه. طيب في اطار المساواه بغينا التدبير ديال هذا الملف بحال الامازيغيه بحال العربيه، هل هذه اصوليه؟ انا ما كنتخلاش على العربيه ديالي لتا شي واحد، ولكن ما كنعتبرهاش لغتي الوحيده. كنعتبر ان كاين الامازيغيه ايضا. المغرب هكا هذه حقيقته عبر هذا. شنو غيضيفنا لك؟ سبنا البلايك في الشارع
غادي يضيف اولا غادي يضيف غتلفونا حنا اللي ما كنعرفوش الامازيغي غتعلم راه هذا الشيء علاش خصك تقرا راه محاربه الاميه راها كاينه في العربيه وفرنسيه وكاينه في الامازيغيه الاميين سي القاضي وماشي شتيمه هذه هذا ماشي كنسبكم انا كنقول لكم انكم ما عارفين جوج خصكم تعلموا شنو غنربحوا بتسويه الملف الامازيغيه غنربحوا الاستقرار السياسي لان اشكاليه الهويه لما ما كيتمش التدبير ديالها كتبقى قلاقيل وكيدخلوا الناس في صراعات وكيقدروا يوصلوا للكراهيه هذا الشيء ما عندنا ما نديروا به في المغرب حنا شعب واحد عندنا تنوع لغوي وثقافي خصنا نديروا له تدبير عقلاني ويعطي نحطوا به تران على لي غاي باش نمشيو في طريق التنميه والتنميه ما يمكنش الا ما سويتيش بحال هاد القضايا وبالتالي الهدف هو ان المغربي يحس بالانتماء ديالو لكل ما في المغرب ما يبقاش شي واحد يحس انه كينتمي للعروبه ولكن الامازيغي كتبان له هذاك الشيء راه ديال الشلوح هذا راه ماشي منظور وطني وماشي ديمقراطي نعم ثلاثه ديال الاسماء غنعطيهم لك لكل اسم رساله توجه لحميد شباط حميد شباط كان ذكي لانه لما غلط عبد الواحد الفاسي وقال ان الامازيغيه ما خصهاش تكون رسميه من بعد تعديل الدستور حميد شباط التقط يعني الكولوكازيون قال الامازيغيه رسميه وخص التدبير ديالها وخص النهوض بها كذا ولهذا كنعتبر انه الزعيم المناسب لحزب الاستقلال الان احمد دغرني دغرني يعني مناضل ديال الحركه الامازيغيه غير محدود سياسيا لانه بغى يدوز للسياسة بدون ما تكون عنده الإمكانيات لذلك وبدون ما تكون عنده أيضا الرؤية واضحة إلياس العماري إلياس العماري يعني شخص اللي طموح واللي استطاع باش يخترق أوساط ديال المحيط الملكي بالشجاعة الأدبية دياله ولكن من ناحية الإعلامية خصو في نظري يعرف بأن المهاجمة ديال الحزب يرأس الحكومة يقويه على المستوى الانتخابات علاش لان اللي خص هو محاسبه الحكومه من حيث هي حكومه وليس استهداف حزب معين بالنسبه للفاعل السياسي لان هدف النهايه كيعطي نتائج عكسيه في الانتخابات نعطيك استثناء اسم رابع الرئيسه تبع عمران اي تبع عمران هي رئيسه قويه كشاعره قويه عندها جمهور غفير وواسع وعندها الشجاعه باش استطاعت توصل الامازيغ البرلمان وتكلم باللغه ديالها رغم المعارضه ديال جوج الاحزاب اللي نصبها العداء ولكن سمحات لنا باش ننطلقوا في النقاش حول القانون التنظيمي ديال الامازيغيه من داخل البرلمان وهذه خطوه مهمه جدا. اضافه قبل ما نقول المحضر؟ ايوا هذا الشيء كله اللي قلت انا كنتحمل المسؤوليه ديالو وكنتشبث به. يعني منفك شكرا شكرا احمد عصيد انا غنقول محاضر ونقول الحكم للمستمعين نكرر الشكر سي احمد عصيد مختار الغزاوي في دور النيابه العامه باقي ما تشديتيش دونك مازال الايام جايه هزول شكرا كريم نيتسي شكرا صابر فوندا رفعت الجلسه